السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا أسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع آية وحكاية. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ما زلنا مع أسباب نزول بعض الآيات القرآنية اللي بنذكرها في هذا الشهر الكريم المبارك، وعد نص رمضان والأيام عمالة بتجري، ويا ترى أخبرنا إيه مع القرآن، وأخبرنا إيه مع الصيام، وأخبرنا إيه مع الأخلاق الجميلة، وأخبرنا إيه مع المعاملات الطيبة، وأخبرنا إيه مع صلة الأرحام ومع بر الوالدين. الموضوع مش موضوع جوع وعطش وبس، الموضوع موضوع إن إحنا كمسلمين محتاجين مسلم يقال عنه صنع في رمضان. بجد عايزين أخلاقيات فعلا صنعت في رمضان. رمضان الأساس أو السر اللي وراء إن أنت توصل للتقوى لعلكم يعني المهم الأصل إن إحنا إيه؟ إن إحنا نكون متقين. والتقوى كما عرفها علي بن أبي طالب هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وعرفها طلق بن حبيب حينما قال: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قال: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله سبحانه وتعالى. محتاجين مسلم فعلا يكون مكتوب عليه صنع في رمضان. ربنا يرزقنا وإياكم التقوى يا رب العالمين. فاحنا بنكمل مع بعض في أسباب النزول، وما دام بنتكلم في أسباب النزول يبقى لازم نتكلم إن فين القرآن من حياتنا، وفين ختمات القرآن. النهاردة 16 رمضان، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقسم لكم بالله من كام رمضان مش فاكر بالظبط، 3 أو 4، كان مرة اتصلت بي أختي من دبي، والله ما أنسى المكالمة دي، وأقسمت لي بالله. كنت أنا عندهم في محاضرات في الجائزة الدولية للقرآن الكريم في دبي في أول شهر رمضان، وكانت هي حاضرة المحاضرة أظن في أول يوم أو تاني يوم. وبعدين وأنا كنت اتكلمت على إذن الإمام الشافعي رحمه الله رحمه الله، ساعة كان بيختم القرآن في رمضان 60 مرة، والكلام ده مش من نازج الخيال، كان بيختم ختمة بالليل وختمة بالنهار. فأقسمت لي بالله، قالت لي: والله العظيم ختمت القرآن 26 مرة في رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى. والأمر على فكرة وإن كان يبدو ظاهرا أنه صعب، لأنه إيه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. والله العظيم يا جماعة، أي حاجة في الدنيا قد تبدو أنها صعبة، لكن شوف ربنا بيقول إيه؟ بيقول: واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة تقيل قوي 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 على ناس كتير قوي، إلا على مين؟ إلا على أهل الخشوع. شو بقى لما أحدهم يقول، يعني ثابت البناني يقول: كابدت الصلاة، يعني صلاة قيام الليل 20 سنة، ثم تلذذت بها 20 أخرى حتى إني لأدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها. عايز أخش في الصلاة وأخرجش منها أبدا، شايل هم إن هو هيخرج من الصلاة بعد 3 أو 4 ساعات، هو متضايق من الموضوع ده. فإذن المسألة محتاجة بس إيه؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سبحانه وتعالى. تعالوا نتكلم عن سبب نزول الآية رقم 69 من سورة النساء. الآية بتقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الآية كما ورد في الحديث اللي أنا دائما بسميه حديث المحب، ورد في الحديث الذي رواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد حسن أن رجلا صحابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، وأرجو بالله عليكم عايزين كده نتعايش كده مع كلمات الحديث ده، كلمات عجيبة قوي، كلمات يعني إيه؟ يعني عارف قمة الحب مع قمة الذوق مع قمة يعني حاجات جميلة كده اختلطت كلها ببعضها. بيقول له: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين. شوف بقى الكلمة، وبدأها بيه بنفسه، لأن الإنسان ممكن يقول: والله أنا بحب، زي ما حصل من سيدنا عمر الخطاب
وما كانش يقصد المعنى ده، لكن هو بس فقط يعني لما سمع الآية، والآية لم يذكر فيها ذكر النفس، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالآية لم تذكر النفس، فسيدنا عمر فكر ان يعني ان انا احب النبي عليه الصلاه والسلام اكثر من ولادي ومن ابويا ومن امي، لكن ما احبوش اكثر من نفسي لان الايه لم تذكر النفس. فقال له والله يا رسول الله، سيدنا عمر الخطاب بيقول له كده في الحديث في البخاري عن عبد الله بن هشام، فبيقول له والله يا رسول الله لانت احب الي من ولدي ووالدي ومن الناس اجمعين الا من نفسي. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيوضح له نقطه مهمه جدا، ان في حب طبع وفي حب اختيار. اني انا لما بحب يعني نفسي ده حب طبع، انا طبعت على ان انا احب نفسي. حب الاختيار ان انا احب غيري، واخد بالك؟ فالنبي اراد ان يقول له لا تكون لا يكتمل الايمان في قلبك يا عمر حتى تجمع لي بين حب الطبع وحب الاختيار، تحبني اكتر من نفسك ومن كل الناس اللي في الدنيا، لان انا اولى من يحب بعد المولى عز وجل، بل ان محبه النبي صلى الله عليه وسلم هي من محبه الله سبحانه وتعالى. من يطع الرسول فقد اطاع الله، واللي يحب النبي برضه يبقى حب ربنا سبحانه وتعالى، لان هو ربنا اللي امرك انك تحب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تحب النبي يبقى انت بتطيع ربنا وبتحب ربنا سبحانه وتعالى. قال له لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك. فتبسم عمر وقال، الوقت بقى فهم المقصود، قال فوالله لانت احب الي الان من نفسي يا رسول الله. فالرجل ده جاي يقول كده، بيقول له يا رسول الله والله بقى، طبعا ده بقى كان وصل بقى انه جمع بين حب الطبع والاختيار. قال له والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي وولدي ووالدي ومن الناس أجمعين. عندي بقى مشكلة أحكيها لك بصراحة كده وأقولها لك كده، يعني إيه على ورقة بيضة زي ما بيقولوا. قال وإني لأكون في البيت. ركزوا معايا في المعنى ده، ده راجل ده مين؟ ده صحابي مش تابعي، تمام؟ فبيقول له وإني لأكون في البيت فأذكرك. هو كان بينسى النبي؟ محدش كان بينسى النبي، عمر ما حد من الصحابة تقريبا نسي النبي أبدا. قال له وإني لأكون في البيت فأذكرك. بيحصل له ايه في اللحظه ديت؟ بيحصل له حاله غريبه جدا، بيقول فما اصبر، مش قادر استنى. هو قاعد مع زوجته مع اولاده، بياكل بيشرب بينام شويه بيلعب اولاده، هو مش قادر يصبر على فراق النبي ولو ساعه واحده ولو ربع ساعه. وبعدين بيقول له فما اصبر حتى اتي فانظر اليك. الله، ده انت لسه مصلي مع النبي يا اما الصبح يا اما الظهر يا اما العصر يا المغرب يا العشاء، يعني ممكن تكون مصلي المغرب وروحت البيت ساعه وهترجع تاني تصلي العشاء بعد ساعه. بيقول في الساعه ديت انا بتململ مش قادر مش طايق، لازم اشوف النبي. شوف الحب قد ايه. الله، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بيقول له فما اصبر حتى اتي فانظر اليك، عفوا. بيقول له فما اصبر حتى اتي فانظر اليك. الله اكبر. بيقول له فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله. يا سلام. بيقول له أنا في الدنيا، ما أنا لما في الدنيا هحتاج أشوفك، كل اللي هعمله أني أنا هاجي أبص عليك وأشوفك في المسجد، ألاقيك خارج أقف معاك، إنما في الآخرة في عندي مشكلة. وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة. شوف دخلت الجنة خلاص الحمد لله، إيه دخلت الجنة، بس في عندي مشكلة اللي هي بقى الكبيرة بالنسبة له. وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك. دي المشكلة باختصار، بحبك أكتر من نفسي، أكتر من أولادي، أكتر من والدي ووالدتي، أكتر من الدنيا كلها، ولما بكون مشتاق لك باجي أشوفك في الدنيا. طب في الجنة أعمل إيه بقى لو ما شفتكش؟ فما أصبر حتى آتي فانظر إليه. لكن لما أجي في الآخرة بقى خايف إن أنت تبقى مع النبيين في أعلى درجات الجنة، وأنا لو عصت أشوفك مش هشوفك. فالنبي من فرط محبة هذا الرجل أو من فرط الكلام الجميل قوي قوي اللي قاله ده سكت النبي، وكأن النبي عسام اندهش من جمال الكلمات اللي قالها هذا الرجل. فيأتي الرد من عند المولى عز وجل، ينزل جبريل عليه السلام بتلك الآية أو بالآيتين دولت لتتلى إلى يوم القيامة سبحان الملك. فينزل قول المولى عز وجل
ومن يطع الله، ده مش خاصه بالصحابه، ده بقى ده خاصه باي واحد مسلم على وجه الارض يعمل اللي هيتقال دوت هيكون مع نبي في الجنه. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. شيء عجيب جدا جدا انك تلاقي انسان حبه للنبي بيكتفي فقط عند مجرد مشاعر احاسيس، بحب النبي، بموت في النبي، بدوب في النبي، الناس بتقول كده، انما بتتابع النبي. خد بالك مساله مهمه جدا، يعني ان الانسان لما يكون بيحب حد بيسمع كلامه، لما النبي يقول لك صلوا كما رايتموني اصلي، ما ينفعش ان انا اخبط الصلاه كده وارقعها في دقيقتين واقول انا كده ايه صليت، لا، صلوا كما رايتموني اصلي. المثال الذي يكون أمامنا في كل شيء في أي عبادة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قل إن كنتم تحبون الله، إيه علامة المحبة دي؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى إذن لو أنا فعلا بحب ربنا أتبع النبي، دي علامة من علامات حب ربنا سبحانه وتعالى، بل أكبر علامة من علامات حب ربنا إن أنا أتبع النبي الذي أرسله المولى عز وجل وقال عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. أنا بحب النبي وبشتاق لصحبته، ما ينفعش ما يكفيش إن أنا أقول أنا بحبه. في حديث رواه مسلم النبي عليه السلام في واحد كان بيخدمه خدمة كبيرة قوي اسمه ربيع بن مالك. ربيع ده كان وظيفته ان هو يجهز للنبي مية الوضوء في الخمس صلوات، كل صلاة من الخمس صلوات النبي يلاقي المية قدامه، مين اللي محضرها؟ ربيع بن مالك. خلاص تخصص في الموضوع ده ولقى نفسه دور يخدم به النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم النبي عمره ما يسيب حد يعمل معاه اي عمل الا لما لازم يكافئه. فرح مقابله وقال له سلني شيئا يا ربيع، اطلب اللي انت عايزه. ربيع ده يا جماعة لما اديكوا السي في بتاعته، تعريف بتاعه، ربيع ده عنده 17 سنة، فقير جدا من أهل الصفة، ما عندوش بيت، ما عندوش زوجة، ما عندوش أولاد، ما عندوش فلوس، ما عندوش لقمة يأكلها. فالنبي بيقول له سألني شيء يا ربيع، أطلب اللي أنت عايزه. لو واحد غير ربيع يقول له إيه؟ والنبي عليه السلام بيقول له الكلام ده، بيقول له الكلام ده بأن دعاء مستجاب في الوقت ده، خلاص أبواب السماء مفتحة. فكان ممكن يقول له مثلا طب شقة وعروسة، عايز اتجوز، عايز شقه، وعايز اعيش زي البني ادمين، واعمل لي راتب شهري من بيت مال المسلمين عشان اعرف اعيش. لكن الشاب دوت محدد هدفه، والدليل على ذلك انه لم يتلكأ. يعني كان ممكن لو انا مكانه مثلا او حضرتك مكانه، كان ممكن النبي يقول لي اطلب اللي انت عايزه، اقول له طب ممكن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تاذن لي بس يوم افكر واشوف ايه الاولويات في حياتي واطلب منك بكره؟ النبي كان يقول له ماشي قدامك شهر حتى مفيش مشكله. انما هو في ساعتها الجواب حاضر، مع ان السؤال كان مفاجاه، هو ما كانش عامل حسابه على كده. النبي فجاه خارج لقى ميه الوضوء، والميه الوضوء على طول موجوده من شهور طويله جدا، كل يوم بيحضر له ميه الوضوء في الخمس صلوات. فقال سألني شيئا يا ربيعه، قال اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله. النبي حب يراجعه، قال او غير ذلك؟ فكر كده، انا شايف حالتك تعبانه وظروفك. قال له هو ذاك يا رسول، والله ما عايز حاجه غير كده. يا سلام، شوف بقى لما يكون واحد في الظروف ديت والدنيا كلها قدامه، يعني مفيش حاجة خالص، مش لاقي لقمة ياكلها، وشاب عايز يتجوز وتقول لي 17 سنة لسه صغير، لا ده حضرتك اللي فاكر ان هو لسه صغير، ده هم زمان كانوا بيتجوزوا عندهم 13 و12 و14 سنة، كان يعني زمان ايام النبي عليه الصلاة والسلام كان الدنيا غير كده خالص بالمرة، واخد بالك؟ فقال له اسأله هو غير ذلك؟ قال هو ذاك يا رسول الله. النبي ما قالوش بقى عفارم عليك وكفايه كده، حلو قوي ان انت تحبني ان شاء الله تكون معايا، لا لا، لازم يكون في عمل. قال فاعني على نفسك بكثره السجود لله، فانك لا تسجد سجده لله الا رفعك الله بها درجه في الجنه. الصلاه عماد الدين، اساس اللي بيبني عليه الدين. الدين ده ليه اركان خمسه اللي بيسموها الاساسات، يعني عمدة الاساس، وفي فرائض، وفي حاجات كتيرة جدا مهمة جدا في حياتنا لازم ناخد بالنا منها. فعشان تبني الأسس بتاعة الإسلام والقواعد بتاعة الإسلام، بني الإسلام على خمسة، من ضمنها إقام الصلاة. في حاجات تانية بقى بتبني بيها، بتكمل بيها، الطوب الأحمر والمباني بقى والأعتاب واللصق إلى غير ذلك.
من ضمن الاسقف المهمه جدا جدا اللي ممكن ما يتقبلش بيها الاعمده دي، يعني تخيل حضرتك اللي ممكن يرفض بها كل عمود ما عدا الشهادتين، بر الوالدين. تخيل حضرتك، لان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول كما عند الطبراني في الكبير باسناد حسن قال: الوالد اوسط ابواب الجنه. وفي روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثه لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضه ولا نافله، من ضمنهم العاق لوالديه. تعالوا نكمل مع بعض سبب هذا النزول مع ايه وحكايه، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. نعيش بالقلوب مع كل نعرف المعنى وتدينا الحكايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. قد إيه الإنسان لما يشتاق لحد لابد أن يعمل المستحيل عشان يوصل له. عارف حضرتك لما تكون ليك أم وأب بتحبهم، يا رب يبارك في أبائكم وأمهاتكم يا رب العالمين، وإنت في بلد هم في بلد، إنت في الصعيد مثلا هم في اسكندرية، ونفسك تشوفهم، عندك استعداد في عز الليل وفي عز الحر وفي عز في اي وقت ان انت تروح وتركب عربيتك وتسوق المسافه الكبيره دي كلها لمجرد بس انك تروح وترمي نفسك في حضنهم لانك بتحبهم. طبعا لا يمكن يكون حب ابائنا وامهاتنا اغلى في قلوبنا من حب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده ومن الناس اجمعين. لا يكتمل حب النبي في قلوبنا ولا يكتمل ايماننا إلا إذا كنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أبائنا وأمهاتنا وكل الناس اللي عايشين في الدنيا. لكن الحب ده لازم ناخد بالنا من حاجة، أنه لازم يتحول من مجرد فقط مشاعر إلى واقع وإلى تطبيق وإلى عمل وإلى عبادة وإلى اتباع. خد بالك، يعني تشوف لما النبي عليه السلام في يوم من الأيام لقى واحد من الأنصار، والحديث رواه أحمد بسند جيد، واحد من الأنصار راح يشتكي للنبي رغم أن النبي مسؤول عن الأمة كلها وعن هداية البشرية كلها وعن هداية الإنس والجن، مسؤول أن هو يبلغهم الدعوة. طبعا الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، لكن النبي عليه الهداية التي يعني جعلت في عنقه وفي عنق كل إنسان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى هي هداية الدلالة والإرشاد، أما هداية التوفيق والقبول هي من عند الله سبحانه وتعالى. ولذا قال المولى عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتهدي إلى الصراط المستقيم، أي هداية الدلالة والإرشاد. أما في الآية الأخرى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هي هداية التوفيق والإثابة والقبول، دي من عند المولى عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغم انشغاله إلا أنه لما جاله الصحابة ده بيشتكي له أن الجمل بتاعه بقى شرس جدا، وده بالنسبة له رأس ماله، ده العربية النقل اللي بيحمل عليها البضائع بتاعته من كل البلاد عشان يقدر يتاجر ويأكل عيش هو وأولاده. فقال له: يا رسول الله الجمل تعبني. فراح النبي معاه عشان يشوف الجمل عامل معاه ايه. الصحابه خايفين على النبي لان الجمل لما بيبقى شرس ممكن يعض وممكن يعور وممكن يقتل كمان. فراح النبي عليه السلام داخل وقالوا له: يعني خايفين عليك؟ قال لهم: لا تخشوا علي، يعني ما تخافوش. فاذا به ينظر الى الجمل ويشير اليه، فالجمل يجي له في منظر عجيب جدا. كنت اتمنى ان احنا نكون حاضرين ونشوف المنظر ده قدام عينينا، منظر عجيب والله العظيم، حاجه لا تخطر على قلب بشر. الجمل بطبعه شرس جدا، يعني ما هوش اليف، ولولا ان ربنا جعل خاصيه في عين الجمل ان هو بيشوفك بالطول مش بالعرض، يعني بيشوف الانسان اللي طوله متر ونص بيشوفه مثلا 5 متر، وبالتالي ما بيقدرش يهاجمك بسهوله، انما لو شافك على حجمك الحقيقي هياكلك. ولذلك تلاقي طفل صغير عنده 5 6 سنين ولا 10 سنين بيقود الجمل بحبل، ليه؟ لان الجمل ما هوش شايفه طفل، شايفه حاجه كبيره. فشوف تقدير ربنا سبحانه وتعالى. فالنبي عليه السلام داخل مجرد ما شاف الجمل، الجمل جاء واناخ الى النبي صلى الله عليه وسلم وسجد للنبي كما جاء في الرواية، سجد للنبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ النبي بأذنه ووضع فم الجمل على أذن النبي، والجمل يهمهم يعني بيشتكي للنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحب الجمل؟ فقال رجل الأنصاري: أنا يا رسول الله. قال: إن هذا الجمل يشكوك إلي بأنك تدئبه وتتعبه وتجيعه، أنت بتتعبه جدا في الشغل وما بتأكلوش. فالرجل يعني طبعا من حيائه من النبي عليه السلام هو جايبه بيقول له: جمل بقى شرس. الجمل بقى شرس والحقيقة جمل انت طول النهار عمال بتهلك فيه وما بتاكلوش كمان. فقال: يا رسول الله لا جرم، اكراما لك يا رسول الله، لا ندئبه ولا نتعبه ولا نجيعه ولا يعمل لدينا ابدا. يعني قعدوا كده زي الباشا كده ياكل ويشرب كده ويروق الاناني ورايح لعظمتين ومش هيعمل حاجه بعد النهارده. لكن شايف الموضوع
من الجمل، شوف مدى طاعته للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف لما النبي عليه السلام في يوم من الايام يجي له رجل اعرابي، الحديث ايضا رواه احمد بسند جيد، يجي رجل اعرابي للنبي عليه السلام فيقول له النبي عليه السلام يقول له الا تؤمن؟ فقال لا اؤمن حتى ارى ايه، اشوف معجزه اامن معاك. فنظر النبي الى شجره اسمها النرجس، شجره النرجس دي شجره ضخمه جدا جدا يعني، وجذورها حاجه يعني ايه ما شاء الله. فاشار النبي للشجره تعالي، فجاءت الشجرة كما ورد في الرواية، جاءت خد بالك من اللفظ، تخد الأرض خدا بالدال، تخد الأرض خدا يعني تشق الأرض شقا، شجرة ماشية بجذورها عمالة بتشق في الأرض لحد ما وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومالت الشجرة. تميل إزاي إذا كان هي أصلا خشب، وخشب عريض جدا ومتين جدا، كلها إرادة ربنا سبحانه وتعالى. فمالت الشجرة وشهدت للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة ثلاث مرات، نطقت شهادتين ثلاث مرات، ثم أمرها النبي فعادت إلى مكانها تخد الأرض خدا. فما كان من الأعرابي لما رأى تلك الآية إلا أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حتى الجمادات بتشعر بالنبي وبتحب النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصاة الجن والإنس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كان ابن مسعود والحديث رواه مسلم كان يقول كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي، الحصى نفسه عارف ان الايد دي ايد النبي، فكان لما تتحط الحصوات تقول سبحان الله. ومين اللي سامع؟ خد بالك مش النبي بيحكي لهم، هم اللي سامعين. ابن مسعود بيقول كنا الصحابه كلهم كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي، وفي روايه البخاري كنا نسمع صوت تسبيح الطعام، اللقمة تتحط في ايد النبي تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. الجزع كما في رواية البخاري، الجزع لما النبي عليه السلام كان بيخطب على جزع حتة من شجر كده كانت مقطوعة من شجر كانت موجودة قدام مسجد النبي عليه السلام، امرأة من الأنصار قالت له يا رسول الله أنا نصنع لك منبرا، أنا ابني نجار. قال لها طيب خلاص، صنعت له صنع على المنبر النبي عليه السلام. جه في الجمعة اللي بعدها طالع النبي يخطب على المنبر وساب الجزع جانبا، فحن الجزع وبكى لفراق الذكر ولفراق النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه نزل من على المنبر وقطع الخطبة واحتضن الجزع، التزم الجزع يعني احتضن الجزع، فسكت الجزع. طبعا كان الجزع بيسمع له بكاء كصوت الناقة العشراء اللي هي في الشهر العاشر حامل وبتولد يعني. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر للجزع بكلمة، قال إن شئت غرست فعدت أبهى مما كنت. لو حبيتني غرست قدام المسجد دلوقتي هترجع أحسن من الأول. وإن شئت غرست في الجنة فيأكل منك المؤمنون، فاختار الجزع أن يغرس في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع إن مش مجرد حبه بس، لا حبه تفاعل يعني، الجماد تفاعل، الحصوايه تفاعلت فسبحت بحمد الله وهي في ايد النبي، اللقمه تفاعلت مع حبها للنبي عليه السلام وسبحت، جبل احد حب النبي والنبي حبه، ولما النبي طلع فوقيه كما عند البخاري ومسلم اهتز فرحا بالنبي واصحابه، فقال النبي اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. خد بالك الجزع حن وبكى لفراق النبي صلى الله عليه وسلم، الجمل جه وسجد للنبي، مش مجرد حبه بس، سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، لدرجه ان سيدنا انس اللي وراه الحديث بيقول فلما راينا ذلك وعدنا الى المسجد اردت ان اسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ماذا تفعل يا انس؟ قال يا رسول الله الجمل يسجد لك فنحن اولى بالسجود لك من الجمل. فقال لا، انه لا ينبغي لاحد ان يسجد لاحد من دون الله، ولو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد من دون الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها لعظم حقها عليه. بإذن والشجرة تطيع وتيجي لحد نبي، مش مجرد بس أنا بحبك أو أنا بشهد، لا جاي لحد عنده تخض الأرض خدا يعني تشق الأرض شقا. فمن باب أولى بقى أنت لما تعرف إن محبة النبي عليه الصلاة أصل من أصول الإيمان وأنها واجبة على كل مسلم، وإن يعني ضعف إيمانك للنبي عليه الصلاة والسلام ده يقضح في إيمانك وتوحيدك لله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يتحول الحب ده إلى واقع عمل بقى، إلى عبادة، إلى طاعة، إلى اتباع، إلى خدمة للمسلمين، إلى خدمة لبلاد المسلمين. ان انت النهارده مش مجرد بس انا عايز احكي لك حكايات الصحابي ده كان بيحبه وده كان بيبكي وده بيعمل وده، لا لا لا، انا عايز اقول لك ان انت بقى اقعد ابحث في نفسك او في قلبك، وحضرتك ابحثي في قلبك عن محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. دعنا بقى من الاختلافات والخلافات اللي موجوده الان يعني بين الناس في اقطار الوطن العربي،
مش معنى ان حد صدم بحد ان معنى كده انه يترك الطاعة. مش معنى ان انا ضد التيار الفلاني او ضد التيار الاسلامي. اقول يعني ايه تيار اسلامي؟ ما كل مصر تيار اسلامي. ليه بنسمي الملتحي تيار اسلامي وغير الملتحي تيار غير اسلامي؟ ليه؟ سبحان الله، ما قد يكون اللي مش ملتحي ده احسن مني انا شخصيا 1,000,000,000 مرة، ويكون مقامه عند ربنا احسن مني 1,000,000,000 مرة. حد عارف مين اللي مقبول ومين اللي مرفوض؟ فمش عايزين نقسم المجتمع لمجتمع اسلامي ومجتمع غير اسلامي. كلنا مسلمين وكلنا موحدين وكلنا بنحب ربنا، لكن بتختلف طبعا درجات الحب، ده شيء طبيعي. ده الاخين ما بيختلفوا، الاخ بيبقى اخ واخوه من ام واحده ومن اب واحد، وده ايمانياته عاليه قوي وده ايمانياته قليله شويه، وده عبادته عاليه وده، وهكذا بيبقى ده بر بام وابوه وده عق بام وابوه، الاثنين اخوات. يبقى إذن المسألة هي يعني مجرد تفاوت في درجات الإيمان، لكن في النهاية كلنا مسلمين وكلنا موحدين وكلنا من أهل السنة، وربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. بس لازم بقى نقف وقفة مع نفسنا. الأخت الفاضلة ربنا يكرمها ويبارك فيها، مش من بعد الثورة بقى نقول حرية حرية، يعني معناها براحتي بقى ومحدش يقول لي أنت بتعملي إيه، وبعدين تطلع إشاعة يقولوا ده الجماعة السلفية بيقولوا ان لو واحدة ماشية من غير حجاب هنعمل فيها. مين قال الكلام ده؟ مين قال الكلام ده؟ ولا حد فينا يملك الكلام ده، ولا الدين بيقول لنا كده اصلا. الدين بيقول لنا ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وحتى عند الجدال وجادلهم بالتي هي احسن. لكن سيبك بقى من كل اللي حواليك، خليك مع ربنا، خليك مع النبي صلى الله عليه وسلم. بتحب ربنا؟ بتحب النبي؟ ربنا بيقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيوصيك بالحجاب، وربنا بيقول يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فبتحب النبي صلى الله عليه وسلم، حولي الحب ده مش مجرد عاطفة، وأن أنت هتبكي لما تسمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تسمع كلمتين عن حب الرسول تبكي يا حبيبي يا رسول الله. حبيبي يا رسول الله عايزين نحولها إلى حجاب. حبيبي يا رسول الله عايزين نحولها لطاعة للزوج في غير معصية الله. حبيبي يا رسول الله عايزين نحولها إلى تربية لأولادك، تربية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيبي يا رسول الله عايزين نحولها للشاب بيصلي ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. عايزين نحولها لبر والدين، لصلة أرحام، لخدمة وطننا، للتعاون، للتآزر، للحب في الله، لدعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحولها إلى خدمة اليتامى والأرامل والمساكين، وإن احنا نشيل بعض ونكرم بعض ونخدم بعض ونخدم وطننا ونخدم ديننا. عايزين نحول محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم لحاجة تشرفنا لما نقابل النبي يوم القيامة على الحوض فيشربنا بإيده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. ربنا يجمعنا وإياكم يا رب على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إن شاء الله نلتقي غدا مع آية وحكاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعرف المعرفتي دين الحكاية لما نقرأ في الكتاب المسلم.